النهارده 1 يونيو، أول يوم في الشهر الجديد، ودايماً مع أول شهر 6 كده بتهل روايح امتحانات الثانوية العامة. خلاص بدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة، دايماً بتكون كده فترة عصيبة لكل بيت مصري في حد داخل الثانوية العامة. الطلاب دلوقتي في حالة مراجعة شاملة لكل المناهج. الامتحانات هتبدأ إن شاء الله يوم 10 يونيو، يعني خلاص بعد 9 أيام، عشان ولادنا يحصلوا دروسهم كويس ويركزوا جدا. البداية من الأسرة، الأسرة عليها دور مهم جدا. التفوق والنجاح بيبدأ من الأجواء اللي بتوفرها الأسرة. بلاش حالة الشد والتوتر والطوارئ زيادة عن اللزوم. لازم الأسرة تراعي الحالة النفسية للطلاب، يبقى فيه كده تأجيل لبعض الزيارات، كمان توفير كل الأجواء المناسبة والمريحة لأولادنا إن شاء الله في امتحانات الثانوية العامة. سنة زي أي سنة في الدنيا بتعدي يا جمان. هي إن هي بتعدي، لكن بتبقى في شوية بتعدي مش بتعدي بسهولة. بس اهم حاجه ما نخليهاش تعدي على اولادنا، يعني حلو يعني تعدي مع تعدي معاهم بس مش عليهم. نعدي مع بعض كده كلنا، الامهات والاباء طبعا لطلاب الثانويه العامه. خلال اليومين دول كده هم مش يومين بالظبط، بس الفتره دي محتاجين كلمات دعم وتشجيع، محتاجين اجواء لطيفه في البيت. بلاش خالص اي تعنيف، بلاش خالص ندي امثله لقرايبنا لجيراننا، ده جاب كذا ودي جابت كذا، بلاش خالص المقارنات دي، بلاش اي كلام سلبي، ارجوكم بلاش اي زعيق او توتر في البيت وصوت عالي، خناق، لوم طول الوقت. خلي البيت اجواءه هاديه، خليه يكون خالي تماما من اي مشاكل، خلي فيه سلام نفسي في البيت عشان ده ينعكس على اولادكم، لان بجد هو ده اللي بيحصل، التوتر والمشاكل والعصبية والنرفزة حتى شدت البيت دي دي تحس طاقة البيت كده كلها فجأة اتكركبت، وفجأة بقى في مشاكل طول الوقت حتى مش عارفين ايه السبب. زي ما كنت بقول لحضراتكم بلاش المقارنات أرجوكم، حتى لو بين الإخوات، بين الصحاب، بين القرايب، الجيران، بلاش ده، نمنعه تماما، لأن ده بيخلي عليهم لود أو حمل، وبيحسسهم مبدئيا من قبل ما نخش الامتحان اصلا بيحسسهم بالنقص وبالدنية، فبالتالي ثقتهم في نفسهم اللي هي مهمه جدا هتتهز، ودي كارثه بقى يا عم. طبعا طبعا مهم جدا جدا فكره ان انا ابعد عن المقارنه، المقارنه دي بتدمر نفسيه الطالب. خلي ابنك وبنتك واثقين في نفسهم، انت قادر تعدي المرحله دي. طبعا هي نقطه تحول في تاريخ كل واحد فينا، الثانويه العامه بتحدد مصيرك بعد كده، لكن لازم اخلي ابني وبنتي على ثقه كامله ان هم قادرين يعدوا السنه دي. لازم اوفر لهم اجواء من التركيز، من الهدوء، بعيدا عن اي خناقات او مشاحنات بتحصل في البيت. كمان مهم جدا نمارس الرياضه، مهم جدا يبقى في اجواء لطيفه في البيت، يعني مش كل حاجه شد ولازم اصحى من النوم واقعد اذاكر لعدد ساعات طويله خلاص الامتحان قرب. لا، لو قدرت اقسم وقتي واوزع وقتي في انشطه مختلفه على مدار اليوم، وقت للراحه، وقت ببقى فيه مع اخواتي، بنزل بخرج، يعني الدنيا لازم تبقى بسيطه عشان تعدي المرحله دي. مهم جدا كمان على الطلبة إن هم يبدأوا يركزوا فعلا، تقسيم العمل كده أو تقسيم الوقت. احنا فاكر كده أيام الثانوية العامة كنا بنعمل جداول ووقتك يتقسم إزاي وكل مادة ممكن تديها وقت قد إيه عشان المراجعة النهائية. تقسيم الوقت ده مهم جدا عشان تعدي الامتحانات بخير. طقوس مهمة جدا لازم تبقى موجودة في البيت، لازم أخلي ولادي كده مزاجهم حلو، ما يبقاش فيه تقلب، ما يبقاش فيه اكتئاب، اتكلم معاهم، احاورهم، اخلي عندهم قدره ان هم يحصلوا المعلومات بشكل جيد. وانا لازم اشيد بيك الحقيقه محمد في الموضوع ده. انا بنتي بنتي عذبتني بصراحه. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، والحقيقه محمد يعني عشان نفسيه بناته بياخدهم في مكان كده حتى لو عايزين يشموا هوا شويه ويذاكر لهم فيه. هو بياخدهم يذاكر لهم فيه بس بياخدهم بره البيت. وارجوكوا نقطه ثانيه كمان مهمه جدا، سيبوهم يذاكروا بالطريقه صحيح. اللي هم بيحبوها. كل واحد ليه يعني في انواع للذاكره، في حد بيحب صحيح يقرا بعينيه او بيعرف صحيح يحفظ بعينيه او بيعرف يثبت المعلومه بعينيه، في حد لازم يكتب، في حد هتلاقيه بيذاكر بصوت عالي، حد هتلاقيه بيحب يذاكر على وهو بيسمع مزيكا مثلا. طبعا دي كارثه لما بيشوفوا حد لما بنلاقي ركز مش عارف ايه، طب ممكن يعرف يفصل ما بين الحاجتين. فلو حد بيحب يذاكر على المكتب يذاكر، بيحب يذاكر على الارض يذاكر، سيبوهم يذاكروا بطريقتهم، ومش لازم دايما نخونهم. انتوا اكيد ما بتذاكروش على هيبان، يعني هنعرف مع بعض اذا كانوا ذاكروا او ما ذاكروش، لكن على اي حال يعني اهم حاجه
فعلا تدعموا اولادكم وتشجعوهم وتحسسوهم بحبكم وان انتم واثقين فيهم، وانه ايا كانت النتيجه انتم بتحبوهم وانتم في ظهرهم ومعاهم. ده المهم، لان بجد ده اللي ما بيتعوضش. لكن اكم من الناس يا محمد ما جابتش مجموعه على فكره في الثانويه العامه، بقوا عبقره مش ناجحين بس، بقوا عبقره. يعني هي ما هياش نهايه العالم وما هياش اللي بتحدد المستقبل كله، فمهم جدا. حتى ده كلام نقدر نقوله لاخواتنا واهلنا واولادنا كمان اللي هيخشوا امتحانات الثانويه العامه. شوف انت قادر تحصل اللي انت حصلته، ده مش معناه انك انت ضعيف او قليل او مش قادر انك تبقى متفوق جدا. انت متفوق باللي قدرت تنجزه في الامتحانات. يعني التفوق هنا مش انك انت احسن من غيرك، انت احسن من نفسك، انك انت قدرت تعدي الامتحان، وبعدين ممكن مهارات بسيطه جدا تخليك افضل واحد في المجتمع. ده ما يمنعش ان احنا ما نعملش اللي علينا ونذاكر، عشان ما يجيش محدش يقول ايوه ده اللي عملته ان محمد وجمانه لا خالص، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. بالظبط.